قال مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية إن الولايات المتحدة تستعد لتوقيع صفقات سلاح ضخمة بقيمة إجمالية تبلغ 10 مليارات دولار مع كل من إسرائيل والسعودية والإمارات. وأشار المسؤول إلى أن تلك الصفقات تأتي لمساعدة الدول الثلاث على التصدي لأي تهديد إيراني في المستقبل، مضيفا أن زيارة وزير الدفاع الأمريكي تشاك هيجل إلى الشرق الأوسط الأسبوع المقبل تأتي تتويجا لعام من المفاوضات السرية بشأن هذا الاتفاق. وستشتري تل أبيب بموجب هذه الصفقة صواريخ حديثة قادرة على ضرب أجهزة الرادار التابعة لمنظومات الدفاع الجوي، إضافة إلى طائرات متقدمة تستخدم لتزويد المقاتلات بالوقود في الجو.